بعد سمعنا عن ظاهرة المشي على المي، وإحنا رح نشوف إسا بعد وجهات نظر عن هذا الموضوع. إسا عنا المخترع الأول. مرحبا. أهلين. مين أنت؟ أنا البروفيسور إلياس أخمدس. شو اخترعت؟ اخترعت الإمكانية الوحيدة اللي بنقدر فيها إحنا نستطيع إنه نمشي على المي، وهي الإمكانية يعني أنا إسا بالتخصيص أنا بروفيسور بريميري، وهي الإمكانية الوحيدة اللي أنا بقدر نستعين فيها عشان نمشي على المي. تلا الكروكس. مين أنت؟ مين أنت؟ مين أنت؟ ملك الطبيعة وسيم نباتي. شو نظريتك عن المشي بتمشي على المي؟ نظريتي عن المي إنه الطبيعة تعطيني القوة، قوة الريح وأصوات الشجر، إني بقدر أمشي عن المي، بقدر أمشي على المي. من خلال الرواق الطبيعة. أنت؟ أنا اسمي لما بالارينا. وشو نظريتك عن المشي على المي؟ أنا بآمن إنه الرأس رح يعطيني القوة إنه أمشي وأرقص على المي، ومش بس كمان أنط، وأنا مستعدة أثبتها بنفسي. مرحبا. مرحبا. معلش. مش مشكلة. موسيقى أهم. مرحبا. مين أنت؟ يا هلا. أنا الفنان الرنان حنون. موسيقى 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 موسيقى. موسيقى. وإيش نظريتك عن مشعل ماي؟ نظريتي الموسيقى وليس فقط الجيتار. نعم الموسيقى، وأنا بحب أثبتها بنفسي على المي. مجربها 3-4 مرات خيط على الموسيقى. مرحبا. مين أنت؟ أنا؟ أنت؟ هاي. أوكي. أنا ليان كابسي. وانت ايش نظريتك عن المشي على المي؟ المشي على المي، انت لازم يكون في عندك سرعة خارقة، فائقة، سريعة، هيك سريعة لازم تكوني عشان تقدري تمشي على المي. وطبعا هاي النظرية رح يثبتها عدائي عادي. عادي فرجيهم سرعتك واركض. مرحبا. مين انت؟ مين انت؟ هي مش فاضية، معهاش وقت، كل الوقت طلعت تقرأ طلعت تصلي. بس اسمها ربا. ربا صلاة. ايش نظريتك عن المشي على المي؟ على فكرة حكيت لي انها هي عم تقرا قصة معجزة المشي على المي مع بطرس، وهي اسا هي عم تقراها بالذات، هاي يعني بالضبط نفسها. ربا بني ادم كثير بيقرا كتاب مقدس كل يوم كل الوقت، كل وقت زي ما انتم شايفين، وبتصلي كمان. وهي حتى قالت لي انها هالقد حبت الفكرة وشافت المعجزة، قالت طب إذا أنا مؤمنة طب هذا الشيء أنا بقدر كمان أمشي على المي، وهي مستعدة حتى تفيدها بنفسها. هاي اللحظة الحاسمة، هذا هو اليوم اللي راح يثبت كل واحد من العلماء اختراعه وراح يجربه بنفسه، وانتو بس تقدروا تصوتوا وتحزروا مين هو اللي راح يغلب هاي المنافسة على الرقم اللي تحت الشاشة. هني بستنوا جوابكم، تصويتكم بفارغ الصبر.
تفضل امشي على المي.